لم تعد المدارس آمنة بعد اليوم، فقبل شهرين اقتحم ثور هائج إحدى البنايات المدرسية، والآن فاجعة هزت قضاء الزبير غرب البصرة بعد وفاة طالب بسبب سقوط حجر على رأسه أثناء الدوام الرسمي. الطالب عباس باسم ضحية الفساد وعدم تطبيق المواصفات المطلوبة ببناء المشاريع بصورة عامة. ذهبنا المستشفى وجدنا الحالة مأساوية للأسف، يعني يعرق لها الجبين، وهي أنه رأس الطفل مهشم بالكامل. رجعنا إلى المدرسة، راجعنا ما هي أحداث الطفل، ليش شيء، شنو اللي صار. وجدنا المبرز الجرمي الموجود هي سيرامي مرمرة، القياس مالها بالضبط 30x30 تبلغ من الارتفاع 2 سنتيم، يعني وزنها ما يقارب من 10 إلى أكثر كيلو. للأسف الشديد ما يحدث بالبصرة ويحدث بالعراق بصورة عامة هو الخلل، يعتبر الخلل الأمني والخلل المتابعة من قبل الحكومة المركزية، لأنه الفساد انتشر بالبلاد والعباد، وجميع أغلب مؤسسات الدولة اليوم يجد بها الفساد. المدرسة التي وقع بها الحادث تعتبر من المدارس الحكومية الحديثة، ولم يمضي على إنجازها فترة طويلة. الحوادث التي تحدث بين فترة وأخرى أدخلت الخوف في قلوب البصريين بعدم الاطمئنان على أولادهم أثناء الذهاب للمدارس الحكومية. لبسنا أحسن ملابس، أعطيناه مصروفه حتى يداوم، لأن ليش؟ المعلم الأب الثاني، وهاي مدرسة البيت الثاني، يعني إذا ماكو أمان بالمدرسة وين يصير الأمان؟ وحب عدتكم في عدتكم. فيا أستاذ، إحنا سوينا دعوة على المديرية، على التربية وعلى المدرسة، لأن إحنا هسه هذه المدرسة وغير المدارس صارت لنا فد أمر أنه نخاف نودي أولادنا لهذا الأمر، يعني راح يمنعون التربية والتعليم، بعد التعليم راح ننهي على هاي القضية. شلون الأمان اللي أمن بي ابني، أمن بالمدرسة، شنو الأمان بي؟ ماكو أمان. أهالي قضاء الزبير الغني بالثروات النفطية أصبحوا ضحية بين المشاريع المنجزة غير المطابقة للمواصفات والأخرى المتوقفة عن العمل، والتي بسببها فقدوا أحبة لهم. لقناة التغيير، يونس الرباعي، البصرة.